في موضوع آخر، اختتمت منظمة إنسان العراقية برنامجها الخاص بتعزيز دور المواطن في اتخاذ القرارات وإصلاح سياسات المؤسسات الحكومية الخدمية بما ينهض بواقع سكان مدينة كركوك الخدمي ومواجهة المشاكل التي تواجه المواطنين في الأحياء السكنية. وأثمر البرنامج عن معالجة حالات عدة، منها إصلاح خطوط الكهرباء في بعض الأحياء وصيانة وحدات الصرف الصحي وتنظيف مساحات واسعة من ساحات جمع النفايات. ضمن برنامج تعزيز ومشاركة المواطنين في اتخاذ صناعة القرار والتغيير وإصلاح السياسات في المؤسسات الحكومية، هذا البرنامج نفذ في 10 محافظات في العراق، من ضمنها محافظة كركوك في منطقتي طريق بغداد وحي واسطي. وهاليوم النشاط الرياضي هي المرحلة الثانية للشباب متطوعين في منطقة واسطي، حيث قاموا بمباراة لكرة القدم، والهدف من هذه المباراة هي إرسال رسالة إلى الحكومة المركزية بأن هناك مشاكل من ناحية الماء والكهرباء والصرف الصحي والمشاكل التي تم حصل عليها. ذكرنا سابقا من بحوث ميدانية وقيمة من قبل متطوعين أو شباب المنطقة. الأشياء التي تحققت على أرض الواقع، كان هناك مثلا من ناحية المشاكل من ناحية الماء، كان هناك أنابيب مثلا مكسورة في الماء، بالتنسيق مع اللجنة المجتمعية ومع الجلسات المناصرة والمدافعة مع دائرة الماء كركوك استطعنا الوصول إلى حل هذه المشاكل. في موضوع آخر، تمكنت الاستخبارات البريطانية من معرفة هوية الإرهابي